ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. تسريب فيديو بأوضاع حمامية لبشرى عقب يهز موقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. عادت الفنانة الجزائرية بشرى إلى الواجهة من جديد رغم ابتعادها عن الفن قبل أكثر من 10 سنوات، حيث تصدر اسمها عمليات البحث الأكثر رواجا على السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية. وجاء ذلك بعد تصريح فيديو بأوضاع حمامية الفنانة برفقة أحد الأشخاص غير المعروفين، لا سيما وأنه مسربة تعمد إخفاء هوية هذا الشخص، فلم يظهر منه سوى صوته في الفيديو الذي وصفوه بالمخل. من جانبه كشف المخرج محمد عن تواصله مع الفنانة بشرى بعد تسريب مقاطع الفيديو، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى طليقها. وبحسب ما نشره، كشفت بشرى أن زوجها السابق سرب الفيديوهات وأخفى ملامحه بعد خسارة معركته القضائية ضده، وأنه فعل ذلك بدافع الانتقام منها، موضحا أن الفيديوهات انقلبت ضده بعد تضامن الجمهور معها. وعقب انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات عرض المقاطع المصورة المختلفة على مستوى الجزائر، عبر العديد من الفنانين والممثلين والإعلاميين عن تضامنهم الكبير مع الفنانة بشرى. وفي أحداث تطورات القضية، قالت اليوتيوبر زينسرين صديقة بشرى أن الأخيرة في حالة جيدة ومعنويات جدا جدا مرتفعة. وأكدت نسرين وقوفها إلى جانب صديقتها في محنتها خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أنها كانت وستبقى قوية. وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن التكافل بقضية الفنانة، مستنكرة التعدي الصارخ والفاضح لحقها الشخصي. وكلفت الرابطة مكتب ولاية الجزائر بمتابعة والتكلف بالقضية لدعم الفنانة والوقوف معها في محنتها لحين اكتشاف الحقيقة. ومن جانب آخر، تم التداول على نطاق واسع تصريحات نسبت لوالد بشرى يقول فيها أن طليق ابن بنته فلسطيني يعيش بفرنسا، وهو من نشر الفيديو الشخصي بعدما خسر قضية حضانة البنتين شهد وتلين. كما تداول خبر انهيار الفنانة ومحاولتها الانتحار وتواجدها بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.